لم يعد الداخل إلى مستشفى الأمراض النفسية في اليمن مثارا للغمز واللمز والسخرية كما جرت العادة الاجتماعية في التعامل مع المرضى النفسيين من قبل، فالمرضى اليوم باتوا يترددون على المصحة النفسية بأنفسهم معترفين بمرضهم والمصير الذي انتهى بهم جراء الحرب، الحرب التي ألحقت أضرارا كبيرة على نفسيات وعقول قطاع واسع من اليمنيين. أنا واحد من الأمراض النفسية والعصبية والجسدية العقلية، عندي مشاكل عائلية واجتماعية لي سنة وخمسة أشهر في هذه المصحة ولم يسمحون لي بالخروج حتى أتحسن. تزداد نسبة المصابين بالأمراض النفسية في اليمن يوما بعد آخر في ظل استمرار الحرب وارتفاع معدلات الجوع والفقر وغياب دور السلطات المحلية والمنظمات الدولية. والله الأيام هذه الإقبال عندنا بشكل غير متوقع، مزدحم على الآخر وبشكل فظيع جدا بسبب الحروب، وفي ظروف اجتماعية برضو، ظروف اقتصادية، بس قد أكثر حاجة بسبب الحروب الأيام هذه. وسط هذه الزيادة الملحوظة في أعداد المرضى النفسيين في البلاد، يحاول مستشفى الأمراض النفسية في مدينة تعز، وهو ضمن ثلاثة مستشفيات فقط تعمل في البلاد، رعاية عدد من المرضى فوق قدرته وإمكانياته وغياب الأطباء والعلاج. المستشفى ليس لديه أي طبيب سوى طبيب واحد، وهو الآن ما عداي، وهو الآن راقد في السرير مصاب بالسرطان، هو الدكتور ماجد أحمد سيف الحمادي الذي كان يعمل من هنا منذ سنة 2000. وهناك عزوف عن الدخول في مجال الأمراض النفسية ولا يوجد لدي أي أطباء، وأناشد والجهات بدعمي بالأطباء. بالنسبة للدعم المادي، نحن نعيش على الدعم الحكومي الذي لا يغطي أكثر من 30% في أحسن الأحوال 30% من الاحتياج. فاقمت الحرب في اليمن من تدهور الصحة النفسية لليمنيين، إذ كشفت دراسة أن 5 ملايين يمني يعانون من اضطرابات نفسية، في حين 85% من اليمنيين بحاجة إلى تقديم الدعم النفسي الطارئ. لم تفترس الحرب في اليمن الأجساد فحسب، بل تعدتها لتبسط رعبها على نفسيات وعقول الكثيرين، حتى أصبحت الأمراض النفسية تزاحم البارودة في قهر اليمنيين. ومع بقاء الحروب مفتوحة وغير محسومة، تتحول المشكلة إلى مأزق اجتماعي خطير. معاذ منصر، اليوم، تعز.